كنا قاعدين برا بالشارع عم نتفرج يا اخي شلون عم تضرب الطياره وجت علينا. شوفت عيال لا في مسلحين ولا في شيء، كلياته شعب لا ينتش كهم غير رب العالمين. من تم هيك على طول نحن يعني قصف وخبط قصف وخبط لشو؟ مشان شو؟ اخر شيء مشان شو؟ مشان بشار الاسد يتم قاعد على الكرسي. اكثر من هيك بلا ما بقى يصير. اسعى بس يبيعونا للعالم البرا وبس، هذا اخر شيء. فهمتني صدق. في اثنين تحت ما معروف عنهم شيء. اسعى بس ناقصين يتاجروا فينا بس. يلا ما نشكي همنا غير رب العالمين. بين الله.